أبو سلطان عن نادي الوحدة، أمس كان القرار الثالث عن نادي الوحدة. هذا النادي وش مشكلة هذا النادي العريق يعني، وأنت أبو سلطان القريب قلبا وقالبا ومكانا من هذا النادي؟ أنا يعني أتمنى أن تتقبل الإدارة المكلفة أو اللجنة المكلفة أن تبتعد عن سماع كلام بعض ممن خربوا يعني إدارات نادي الوحدة، أن تبتعد عن مكتب مكة، أن تبدأ بالعمل من خلال النادي. وضحها، كلمة قوية. وضح هذه يا أبو سلطان. كيف لا يعني؟ لا، وضحها عادي. مجموعة مع يعني مجموعة في نادي الوحدة كان يهمها إما إدارة النادي وإما من يأتي للنادي يكون تحت إدارتها. مين المجموعة هذه؟ إيش صفتها؟ الكل اسمعني يا هاني. إيش صفتها يا أبو سلطان؟ معليش، الكل عارفهم يعني، الأندية ما يخفى فيها شيء. إيه بس إيش صفتها؟ لا تعطينا أسماء، فقط إيش صفتها؟ لا، أنا بقول لك، أنا ما بعطيك أسماء. الآن الموجودين، الآن طبعاً وسائل التواصل الاجتماعي بتكشف كل حاجة. ولكن في مجموعة في نادي الوحدة ما همها إلا وجود رئيس معين بعينه أو من يأتي تحت ولاء هذا الرئيس أو انتماء هذا الرئيس. واضحة هذه المجموعة للمشهد ولا ما هي واضحة؟ مجموعة واضحة للمشهد، مجموعة يعرفها الأخوان وبالذات المتمرسين في العمل الرياضي. هذا واحد، أمثال الأخ طارق كيال. الشيء الثاني، مكتب مكة أتمنى أن يكون أكثر مصداقية وأكثر شفافية وواقعية ودعم لهذه اللجنة، لأنه اللجنة الآن تبحث عن مستقبل ومصلحة نادي الوحدة، بالإضافة إلى أنه هيكلة اختيار رئيس نادي لابد تعاد صياغتها في 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 الهيئة الرياضية السعودية بشكل عام. يعني بشكل عام إيه، ولأنه يا 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 أخوي هاني وما يهان المستمعين أو عفوا المشاهدين ومن معانا من الضيوف، إنه ممكن بطريقة وبطريقة أخرى والعمل على شراء بطاقات عضوية خلال سنوات بأسماء وهمية، أنت تتحصل على مقعد وتفوز بانتخابات مجلس إدارة وتعمل كرئيس نادي. هذه من زمان كانت، هذه موجودة في الأندية السعودية والكل يعرفها، إنه أنا كمسؤول يعني أشتري بطاقات، ممكن أشتري 200 بطاقة 500 بطاقة وأجددها سنويا بأسماء معينة، وبعد كذا أرشح أو أساعد من أبغى ليدخل نادي. أبو سلطان، وهذا شيء خطير جدا. أنت الآن كلامك، أنت كلامك أخطر من هذا. أنت تتحدث عن شيء واقع يعني. لا هذا واضح. لا أبو سلطان، أبو سلطان أنت تتحدث، أنت تتحدث عن تخريب، قلت مخربون بالنص. أنت تتحدث عن مكتب. أنا لا أتكلم عن بعض الإدارات، ما أتكلم على مكتب مكة. مكتب مكة أقول أكثر شفافية لابد يكون وأكثر توضيح. أنا أتكلم عن بعض المنتفعين. قل له الله. خليه خلص. طيب. قل له الله. أنت الآن تتكلم يعني، هذا اتهام صريح. هل عندك وثائق يعني؟ أنت ممكن هالكلام ذا تدان، يا تثبت هذا الكلام يا تتم حاسبتك. يعني أنك تتهم الوحداويين أو فئة في الوحدة. لا، يقول لك فئة مخربة فقط. الله. فئة مخربة، أعضاء شرف، ما حدد لك رؤساء سابقين. أقول لك يا أخي ناصر، أنت ليه ما تخلي هاني يروح وأنت تشتغل مذيع؟ أنا موكل، أنا معطيه توكيل رسمي من المحكمة، كنا في المحكمة. لا أنا حرصا عليك أبو سلطان، أنت الحين لا أنا بقول لك، أقول لك هاني شرح لك، ما يحتاج أنا أجاوب، هاني شرح لك الموضوع خلاص يكفي. ما فرصة الأقصى. ما هو كافي شرح هاني، مو كافي. بس كلامك يعني إذا هو حقيقة. طيب. هذه كارثة من هو. طيب قال لك مجموعة مخربة يعني في إيه؟ لا بس أنت مجموعة مخربة، الكلام العام ما خصص إيه؟ لا الكلام يعني حتى قضائيا ما تقدر تحاسب. لا أنت تتكلم بشكل عام ما بصحيح. أنت هو السلطان يتكلم عن أشخاص منتسبين للوحدة سواء يعني داخل النادي أو خارج، يخربون على الإدارات الوحدوية المتواضعة. يا أخويا ناصر، أنت متابع المشهد الوحداوي. رئيس النادي حازم اللحياني ذهب للرئيس السابق الرئيس العام لرعاية الشباب وشرح له كل حاجة بسيديهات. أنا ما جبت شيء جديد، وموجود الأخ حازم اللحياني ممكن تسأله. في لجنة الآن مشكلة، مفترض هي تسلم مو أنا. طيب تم. طيب. أتمنى هذا يعني بالعكس أنا. أنت أعطيتنا معلومة جميلة أنه طارق كيال قريب يعني أعطي هذا اللجنة وكان بأعضاء اللجنة، لأنه عارف ببواطن الأمور في الوحدة يا أبو سلطان. صحيح صحيح صحيح. طيب خليني